لك حبيبتي لاله الله اختك، يبارك شكرا فيك، لك لاله بارك الله اختك فيك، صباحك مبروك ومرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك، ترحب بك الجنه. لاله اختك شكرا لك. عندي ان شاء الله اقتراحات، ايه تبارك الله، جوج مالحين وجوج قوتي وحده تحليه، ايه يعني 6 اقتراحات ان شاء الله واخا باذن ان الله. شاء الله. عندي الاقتراح الاول، دجاج مبخر ومحمر، مرافق بريوات بالكاوكاو، ودوائر ديال التفاح مع عسل بديل ديال الاناناس. وعندي ان شاء الله بيتزا بكريات محشوه بالجبن، وعندي ان شاء الله كرواسه على شكل بيني مقليه كتجي رائعه وما كتشربش شربة الزيت نهائيا. وعندي ان شاء الله البانكيك بالمندرين، بما ان دابا المندرين ان شاء الله نوظفوا به. وعندي تحليه كريم كراميل بدون فرن، يعني فلون بالكراميل بدون فرن، كيجي تا هو رائع بشهاده كاع اللي جربوه الاخت اللي عطاتو ليا نيت. واخا، وحنا نتبعوا معاك ان شاء الله المقادير والطريقه، تفضلي. ان شاء الله باذن الله غادي نبداو دابا بالدجاج ان شاء الله. عندنا الدجاج اللي مبخر عاد كيجي محمر، المهم غنديرو هاد الشرموله، غنحتاجو بجوج طرق، اللي غنديرو بها البصله واللي غنشرملو بها الدجاج اللي غيتبخر. كناخدو الدجاج كنكونو غاسلينو، كلشي بحال اللي كيعرفو يغسلوه. كناخدو القزبر والمعدنوس بالزيت، واحد المعلقه ونص ديال المونطاغ، وكندير حتى 5 حتى 6 دروس التومه، راك عارفين الدجاج كيبغي شويه التومه. حيت انا دايره جوج، دايره حجم جوج دجاجات من وزن 2 كيلو. 4 دروس ديال التومه، 5 حتى 6 على حسب، لا كان دوك الدروس الكبار، حيت كاين تبارك الله واحد الدروس دابا كيكونوا كبار، المهم على حسب. عندنا 4 دروس التومه، وملعقه ديال السمن، 2 دامات ديال البنه، 2 دامات ديال الزعفران، ولا كان عندنا زعفران الحر كان احسن، قعقوله وبسيبيسه، البزار، سكينجبير، العرق. غادي نديروا واحد اللب ديال 2 حامضات مصيرين، وندير واحد البصله ميان صغيره، كانت كبيره نديروا النص ديالها، والزيت العود وشويه الملحه. انا ما كنديرش في الدجاج محمر ملحه، ولكن هذا حيت كيتبخر كيتكثر باش ما يجيناش مبنينش، كنديروا شويه الملحه. المهم غنشدوا هاد العناصر كامله، شويه الهريسه، كنشدوا هاد العناصر كامله كنطحنوها، انا كنطحنها في المولينكس، كتولي على شكل كريمه هكا، باش كيجي داك الدجاج كيشرب داك القوام. كناخذ الدجاج ديالي كنفلحو من جهه الصدر ما يبانش هكا من الداخل، واحد الحله كندخل فيه ديك الشرموله، والداخل تبارك الله واحد قاعد يشرملو من الداخل من جهه الفخاد، كي ما صابو يدخلو ديك الشرموله بين الجلده والحله. اييه صافي، كان الا كان عندي الوقت احسن من الصباح حتى العشيه، ولا يبات ليله كامله حتى الصباح، ما كانش نحاولوا على الاقل واحد 2 ساعة 3 سوايع. كناخذ الكسكاس ديالي، كندير واحد قياس ديال الايترو ديال الماء ما نتعداش، حيت اصلا هذا غادي يفور على نار مهيله. كناخذ داك الدجاج ديالي اللي شرملت، كندير البرمه والكسكاس والقفال ديالي، وكنقلب داك الدجاج ديالي على صدره. وكنغطيه بواحد ورق الطبخ الفريزي، وكندير واحد الغلاقه، وكنخليه على العافيه مهيله. تقريبا كيحتاج ساعة الا ربع، ماكسيموم ساعة، باش كنعرف ان الدجاج ديالي وجد. كناخذ داك العود ديال السنان كيغدو، كنبرك على داك الخيط ولا الصدر، الا تبعني الماء لا خرج منه الماء، باقي ديك الساعة باقي ما مازال شوية. ملي كنولي نخشي داك كيغدو بحال كيلصق ليا فيه، صافي ديك الساعة راه دار. هاد الدجاج كيجي رائع بشهادة الجميع اللي جربوه. كيجي بكل فخد كيصدر، يعني انا كنطيبو للضياف ديالي كياكلو، اللي ما ياكلش الصدر كياكل، كيجي طري طري لواحد الدرجه رائع. صافي كنخليو تيبرد، حيت كيكون تبارك الله طايب حتى كيبرد، كنشد انا ديك الطاوه اللي غادي نحمر فيها بحال غنقلب شي اومليت، كنحط الطاوه فوق من داك الكسكاس وكنقلب. بالنسبه للدهين كندير انا شويه ديال الزعفران، ولا ديك الدامه الزعفران، وشويه السمن، شويه المنطاد، واحد شويه الهريسه، وراس معلقه داك هذا طماطم، اي حكمه مركز، اي حكمه صافي. كنخلطو هادشي كامل، وكنارينيو به ديك الدجاج، وكندخلو يتحمر. راك دابا الدغميره كيفاش غنصايبوها؟ عندنا الماء ديال التبخار اللي ولا تبارك الله بحال دامه البنا هذاك، ولا عندنا كيساوى عديد استعمالات. غادي نشدو البصله، انا درت 2 بصلات كبارات مشنفين، وحده محكوكه. شنو ديك العطريه اللي شاطت ليا، شنو غنزيد عليها؟ غنزيد عليها غير زيت العود، ونزيد عليها هذا زيت العود وشويه المصير صافي. وكندير ديك البصله اللي درت، وندير غير ديك العطريه اللي خليتها بالزيت صافي. كنشحر هادشي مع عنيقات وقنيصات هما الاولين، حتى كتشحر مزيان. كنمرق بالماء ديال التبخار، هو اللي ما كنديرش الماء، الماء اللي بخرج فيه الدجاج هو اللي كنمرق به صافي. كنمرق به حتى كيبان ديك البصيله طابت صافي. كنكون ديجا شديت الكبده ديالي، سلقتها بشويه الخل ولا شي طريفات ديال الحامض، حيد من هذيك الزنخه، وكنقطعها ديما الكبده ما نقطعهاش رقيقه باش تبقى قابضه وتبقى باينه. كنقطعها شويه غليظه، يعني كبده نقدر نقطعها على 2 3 على حسب الحجم ديالها، وكنلوحها مع ديك البصله والعناق
والقنصه اللي طابت. صافي كنبدا نصوتي هذه هي الدغميره، كندير واحد المغرفه ديال العود وكنبقى نحرك 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 حتى كتبان لي بحال ولات معس. لو وقفات ما بقى فيها لا ما اصلا ما كتجيش مزيته، كتجي رائعه. ديك الساعه كناخذوا اي زيتون كنسلقوه باش ما يجيش مالح وكنضيفوه للمرق ديالنا. بالنسبه للتزيين انا خديت تفاح اللي بغات ديال اناناس ديال انا درت تفاح قطعته ديك القطعه ديال التفاح اللي كتحيد القلب اللي ما عندهاش. تقطع التفاح دوائر وتاخذ شي غليقه ولا شي حاجه وتحيد بها هذيك الدائره اللي كتكون فيها الزريعه باش تبقى لينا على شكل دونات على شكل دائري شكل بيليج. ديك التفاح ديالنا كنديرو في مقيله كندير فيه شويه الزبده وشويه واحد الساشي ديال الفاني وشويه الماء الزهر ولا غير الماء والسكر واحد عويه القرفه وكنشحرو حتى كيتعسل. كيكون ديجا صار القاعد كنعسلو عفوا كنطلقو عاد كنعسلو بحال شكل البرقوق وكل شيء. وبالنسبه للبريوات درتهم بالكاوكاو الكاوكاو والزبده وشويه القرفون وشويه المسكه الحره مع سكر كلاسي ومع درت عجنتهم كعجين ودرتهم كريات ورافقت بهم الدجاج ديالي كما واضع عندك في الصوره. وتزيين اختياري كل اللي زين درت البيض ودرت هذا درت البيض ودرت البريوات يعطيك الصحه رائح. بارك الله فيك بارك الله عليك. يعني هذا مناسب يعني الله يعطيك الخير بارك الله فيك وانت تفضل. يعني هذا اقتراح بالنسبه للغداء غدي ومميزه وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للعراضه اييه يجيو شي ضياف الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. مولا على فكره انا كنديرها بالزيت شي مره واقفه في الزربه كنجبد الدجاج ديالي كنجبد ديك الشرموله كندهن كنلوح في الكوكوط ولا في الكاس ولا كندير داك الشوا تاع الكوكوط راه كلشي كيعرفوا كتجيني ساهله يعني اخر لحظه كنجبدو بلا ما نبقى ثاني نطحن هذه اييه كيكون موجود غير ما يتجاوز اسبوع. بارك الله فيك. دابا غادي ننتقلوا ان شاء الله للبيتزا بكريات محشوه بالجبنه والفلافل. غادي عندي واحد العجينه سحريه كتليق لجميع مملحات. نص كيلو ديال الفورس طاق الفورس نص كاس من الزيت زيت العود خميره ديال الخبز خماره ديال الحلوه معلقه ديال سنيده شويه ديال الملحه ويوغور طبيعي. الا ما عندناش انا كنعوضو باللبن الا عند شي وحده اللبن تعوض بنص كاس ديال اللبن. وبالنسبه للعجين راه كلشي لحد كتعرفين دائما اي عجائن هكا ديال المملحات خصها تكون ملخوفه. كنعجنها وكنخليها ترتاح. انا كنديرها دائما في شي بول غطا بلاستيكه ولا كنديرها غير بلاستيكه ونسد عليها بلاستيك ديال الطبخ ديال المجمد صافي. وكنخليها ترتاح. ملي كترتاح راه بغيت نوضح لك الشكل اللي لحقت لك في الواتساب. خديت ملي ارتاحت ورقتها قطعتها بواحد السيركل دائري ولا شي غلاقه ديال الكميله ولا شي اي حاجه لايقه بصح هكا كنعطي قطعتها على شكل دائري. وخديت من هذيك العجين اللي شات ليا درت كويرات وكنحشيهم اللي بغات تحشيها بالستريمي ولا بالفروماج موزاريلا على حسب. انا درت غير هذوك مربعات ديال جبن المربع هذاك الشيء اللي درت صافي. بديت دوك الحواف دهنتهم بالماء وبديت كنحط دوك الكريات اييه باش كتجي كره حدا كره عامره بالفرماج والستريمي على حسب. اها بالنسبه للفليفلات اللي في الالوان اللي في الصفار والاحمر والخضر شو واحد شويه نحاولوا نبخروها ولا نفلقوها واحد شويه في الماء باش تنزل مليان نحكموا فيها باش ما تجيش ديفورمي علينا العجينه يعني كتجي ملبسين كما وضع عندك الصوره كتجي قابطه في العجين. وبالنسبه للاصوص انا كندير غير شويه مطيشه محكوكه مع شويه طماطم معلبه وزيت العود الزعتر الثومه وشويه تحميره البزار الملح صافي. هادشي اللي كندير في صوص تاع بيتزا كنشحرها مزيان وكندهن بها دهنتها في الاول بصوص بيتزا. انا درت غير الطون والفلافل مشحره في اللوان والزيتون بيض والكحل وملي تا كطيب وكتحمر عاد كنديرو الفرماج. بالنسبه للحواف بالنسبه للحواف دهنتهم بالخليط ديال الصفر البيض مع شويه الحليب ودرشيت ججلان والبافون ججلان البيض. ديك الساعه كل واحد على حسب اللي عنده. وعلى فكره بالنسبه للكريات باش ما كيديفورموش لينا في الطياب ضروري نديروهم واحد ورق طبق شي طوا دايره اولا اللي عنده داك السيركل اللي كيتحل وكيتسد يعني صغير كبير هذا كان احسن باش كتبقى شاده ديك الفورمه ديال الدائريه ودوك الكريات كيجيو ما كديفورماش لينا حيت العجينه قدرت يعني كديفورم هذوك الكريات. اييه هذه فكره نصيحه يعني بالنسبه لهذه باش كتجي منظر. واخا اسمحي لي يا سكينه اشنو درتي قلتي لنا اش قلتي لنا باش ما باش ما باش بقاو محافظين دوك الكويرات على الشكل ديالهم فندخلوهم الفرن. الكريات اييه لا بالنسبه للكريات يعني نديرهم شي طاوه دايره اولا نديرو داك السيركل كيتحل ويتسد باش دوك الكريات كنقبطوهم بحال كنشد بحال شي حلوه بغينا نمونطيوها كنشدوها.
اييه صافي هادشي اللي بغيت نوضح. صافي كندون الطريقه ديال البيتزا راه واضحه لك. لا لا فعلا الله يعطيك الصحه، ويعني والشكل ديالها بحال اللي كتباع يعني في يعني في المطاعم ديال البيتزا. اي حتى المنظر غزال رائعه، وفعلا انت ديك الطريقه كيفاش زينتيها ما بين يعني يعني خيط هكا ديال الفلفله حمراء وديال الفلفله حمراء ومع هذوك الزرار اللي درتي الزنجلان والبافو، الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. تفضلت بابك عليك. نمشيو للاقتراح الثالث. اقتراح ثالث غادي نعطيكم البانكيك بالمندارين. عندنا البانكيك بالمندارين كناخذو كنعبروا بكاس العنبه بعدا، جوج كيسان ونص من الدقيق الابيض، ثلاثه المعالق من السكر، نص كاس من الزيت، كاس ونص من عصير المندارين او البرتقال. دابا حاليا البرتقال راه فواحد الثمن باهظ، المندارين تبارك الله دابا متوفر، جوج دراهم ثلاثه دراهم، يعني كيجي زوين. بالنسبة لخمارة الحلوى وكيس فاني وبيضة وقريصة الملحة. واضح ولا نعاود المقادير؟ اييه نعاودوا المقادير لو سمحتي. مرحبا. بالنسبة لمقادير البانكيك والمندارين عندنا جوج كيسان ونص الدقيق الأبيض، ثلاثة المعالق من السكر، نص كأس من الزيت، كأس ونص من عصير المندارين، خمارة الحلوى، واحد كيس فاني، رشة خفيفة من الملح، وبيضة واحدة. هادشي كامل كنخلطوه بحال الخليط ديال الكليك كيكون واط. أصلا هاد المقادير كيجيو إكزاكت، إلا كان نحتاجو على حسب الدقيق يمكن نزيدو شوية عصير المندارين. كنخدمو بطريقة الكيك وكنطيبو في المقلة ما كتلصقش، يعني مقلة ما كيلصقوش، كناخدو واحد الشيطة ندهن بشوية الزبدة ولا شوية الزبدة تكون دائبة ولا شوية الزيت. بالنسبة كيما واضح لك في الصورة جاو دوك لي بانكيك كلهم قد قد. فعلا ناخذ داك الخليط ديالي كندير جبيبنيات وكنعبر كنعبر وصافي. ديك الساعة كنكون سخنة القيلة ديالي كنكب داك البانكيك وكنح ديك السباتيولا اللي ما كتخليش ما كتضيعش الخليط، كنطيب الوحيدة بوحيدة على نار مهيلة. اللي ما عندهاش نار مهيلة تحاول دير ديك القزيرة اللي كنديرو تحت من الطاجين وطيب باش كنتفادى وما يتحرقش، باش كيجي المنظر زوين وكيطيب وكيجي رطب. بالنسبه للطياب كنديرها وكنغطيها، وملي كيبانوا لي الحواف راه بداو كيتحمر صافي، ديك الساعه كندير ديك السباتولا ديالي كنقعد هكا مجنب وكنهزها وكنقلبها صافي، حتى كنطيب جوج اخرين نفس الطريقه. اييه تبقى غادا حتى تكملي. عرفتي هذا البانكيك راه كيجي من اروع ما يكون صراحه. تبارك الله. بالنسبه لكريمه الليمون كناخذوا كاس ديال عصير الليمون، حتى كاس ونص اللي بغا تجي غنيه بديك الكريمه اللي كتجي رائعه وماتيه معاه. كاس عصير المندارين، إذا كان المندرين ما تصفيش تحاول تصفيه، أنا كيعجبني هكا كنخليها هكا. المهم كاس ونص تاع عصير المندرين مع جوج معالق ديال النشا أو كريم باتيسيير بحال بجوج خدامين. إيه والسكر حسب الذوق صافي. هذه الكريمة ديالنا كناخذوا كاس ونص ديال المندرين مع السكر ومع جوج معالق النشا أو كريم باتيسيير، كنديرو فوق النار مع التحرك صافي، غير كيبان لنا بدا كيعقد، ماشي كيعقد غير يبان لنا بدا كيعقد، كناخذوا داك البانكيك ديالنا كنحطو الاولى كندهنوها بشويه، الثانيه تندهنوها بديك الكريمه شويه، الثالثه كنكب عليها من الفوق. انا زينت غير بيوغور داك ديال درهم. اييه وزينت بيه بلا ما نبقى ندوب الشوكولاته فعلا. زينت بيه ودرت حبيبات ديال بيبي شوكولا الكحل وفي البيض، ودرت قشور الليمون مع السكر. اييه الصراحه يعني جا بحال شي كاطو الله يعطيك الصحه. يعني في المنظر ديالو يعني كيبان بحال جينواز، بحال تبقى فوق تبقى بحال جينواز نهائيا. ما تتبانش انه بانكيك. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. انا اصلا شفتو عند واحد الشيف وقلت ليه الطريقه ديال كريمه الليمون اللي جات رائعه. جا زوينه يجي منعش. تبارك الله عليك. بارك الله فيك الله يخطيك. عندنا الحريشات بالذره هما فيهم مندارين. اييه مزيان. ممكن ديروا حليب. انا كنت ني جربتهم بمندارين شحال هادو، ذكرتني بهم واحد الاخت ودرتهم دابا بمندارين، جاو رائعين زعما. هادو ما نقولكش انا راه كيجيو من اروع ما يكون. بالنسبه للحريشات بالمندارين والذره، عندنا ثلاثه كيسان ديال الذره، دقاق الذره كيتباع، وكاس ديال الفورس كنعبروا بكاس العنبه دائما، كاس العنبه الكبير، بيضه، كاس الا ربع الزيت، وكاس الا ربع السكر. السكر اللي ما يبغيش الحلاوه يدير غير نص كاس، ما يتعداش على حسب. وواحد هذا واحد الفانيا. ايه وجوج خمارات الحلوه وبيضه. نعاود نتكرر بقدر. ايه نعاودو واخا. ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الذره، كاس ديال الفورس،
واحد البيضه، كاس الا ربع ديال الزيت، السكر يمكن نديرو نص كاس او كاس الا ربع على حسب الذوق. وقلت لك بيضه، واقيلا ياك بيضه وجوج خمارات الحلوى وفانيا. بالنسبه للليمون او الحليب، ليمون كاس الا ربع او الحليب كاس الا ربع، انا خدات مني كاس الا ربع عصير الليمون. مهم كننبس بسو هاد العناصر كامله قبل ما نديرو البيضه، كنبس بسو الدقيق مع الزيت مع السكر مع الفورس والسنيده، عاد كنجمعهم ديك بيضه وعصير الليمون. مهم الخل باش كتجي كيما واضحه لك بتجيب شقه، ضروري دائما الحرشه كتجي شويه شبيهه للعجينه المخلفه، المهم شويه ثقيله ثقيله وبقى تلصق في اليد، يعني تكون ما تكونش قاصحه بزاف. بالنسبه للتفناد انا فنتها في سميده الحلوه، اللي بغى يدير سميده السو يديرها. انا درت حبيبات الشوكولات اللي كانوا في المجمد ولا بيبي شوكولا على حسب، درتهم حتى لاخر لحظه ودرتها فيها باش ما كياخذوش حراره المطبخ وما يلونوش هذيك الحرشه ما تجيش معاهم. صافي دخلت فيها هذوك الحبيبات الشوكولات اللي كانوا في المجمد وشديت سميده الحلوه درتها في واحد البلاستيكه وكنكور، كندير لي دي زيت فيكون كتلصق، كندير لي دي زيت وكنكور وكندير في ديك البلاستيك اللي فيها السميده وكنبقاها كنضرب بها وسط ديك السميده وكنحطها في الطاوه، ما كنقرصها ما والو، حيت هي رطبه راه هي كتشد كتطلق الراس ومع الفران يلاه كتجي عباره هو هذاك. بالنسبه للفرن كيكون سخون مسبق وكندخلها كتكون لتحت، العافيه فوق منها وهي لتحت، كنخليوها حتى كتبان لنا بدات كتشقق، صافي كنطلعها الفوق تحمر من التحت ونهبطها لتحت تحمر من الفوق. وبالصحة والراحة كتجي غزالة وفتية فتية فتية، عرفتي كتجي كدوب في الفم، يعني ما تهزوهاش من الطاوة حتى تبرد، راه كتجي شيشة ومقرمشة من برا. إيه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة السكينة، بارك الله فيك. بقى لنا الدسير ياك؟ باقي واحد سميتو باش ما نطولش عليكم. لا لا ماشي مشكل، بالعكس مرحبا. بارك الله فيك، واحد الكرواسون مقلية رائعة. أييه فعلا، أييه نسيت. زوينة. أييه فعلا واخا. عندنا كرواسون مقلية على شكل بيني. نص كيلو ديال الفورس، ثلاثة المعالق ديال الزبدة بحرارة المطبخ. بالنسبة لليمون أنا كنت درتها بليمون كبير، دابا حاولوا ديروا لها عندكم شي ليمونة مقشورة ولا صافي تكسفوا، غير ديروا عصير ديال ربعة المندرينات. حيت أنا هنا درت قشور ليمونة وعصير ليمون، ديروا عصير ديال ربعة المندرينات راه فيهم البنات القشرة والعصير. ثلاثة المعالق ديال السنيدة، واحد البيضة، فانيا، خميرة خميرة الحلوة. ملعقة خميرة الخبز وكنعجنها بحليب دافي، هي ما كتحتاج الحليب دافي بزاف حيت كيكون داك الليمون وهذا كيحتاج بزاف. العجين ديالها كتكون ماشي قاصحة بزاف، تقريبا بحال ديال البريوش. أييه كنخليوها أول حاجة كترتاح حتى كتضاعف الحجم ديالها كتخمر. كناخد البوطاجي ديالي ولا على فوقاش غادي نخدم، كنرش بشوية دقيق وكنسرحها وكناخد داك الموس ولا داك الجراد ديال البيتزا كنقطعها على شكل مثلثات كما وضحت لك في الصوره. اييه باش يجينا شكل الكرواسه. كرواسه كناخد قطع الشوكولا ديال الكرواسه ولا غير الشوكولات مربع نقطعو ونديرو طريف. ملي كندورو ليو ديك الكرواسه ديك الحافه ديال المثلث الفوق كندهنوها بشويه الماء، هكا كنتفاداو تحل، هي ما كتحلش ولكن كنحاولوا نتفاداو باش ما تحلش. يعني حافه جهه الشوكولاته ولا الاخرى اللي مقنته؟ لا المقنته اللي بوحدها. حرام اييه. حيت المثلث فيه جوج قنات اللي فيه حتى انا الشوكولات وقنت واحد بوحده. لا القنقم. اييه نروليو عليهم والقنت الفوقاني هو اللي كندهنوا باش نروليو وتلصق عليه. ها غادي ناخذ واحد الزويف اللي كنديروا فيه الخبز ديالنا وداك الشيء، كنحطوا ديك الكرويسات كاملين. دابا حيت الحال بارد انا مورفا غير كنكملها كنبدا نقلي كيكون الحال سخون. دابا الحال بارد نخليوها تتخمر، نغطيوها بعد ما روليناها كنديروها فوق واحد طبله ديالنا الفوق من واحد الزيت كنخليوها تخمر، كتبان صافي راه خمرات ماشي بزاف، يعني تخمر بزاف غير كيبان بدات كيتضاعف الحجم ديالها. كنكون درنا الزيت الزيت سخون كنبدا نقلي، تكون الزيت سخونه وعافيه مهيله، عرفتي راه كتجي سنه كتجي قرمشه الفوق وكتجي لداخل قطنيه، راه وضحت لك في الصوره. وكتجي لا معجنه لا حتى شي حاجه من الداخل، مع داك الشوكولات كيدوب لداخل. كتجي رائعه. اللي بغات تفند في السنيده ولا دير لها خطوط بالصوص الشوكولات ولا صوص كراميل، انا كنبغي نتبنن داك المذاق الليمون اللي كيجي فيها رائع. كنخليها غير هكاك، كنخليها غير هكاك مذاق الشوكولات وهذا، كنخليها غير هكاك راه كتجي غزاله. يعطيك الصحة ومهبة تبارك الله عليك سكينة. باقينا فلو ان شاء الله. اييه كريم كراميل بلا فران. اييه بلا فران عندنا كريم كراميل بدون فرن. اييه عندنا واحد البيضة، جوج معالق ديال الحليب غبرة. اييه وجوج معالق حتى ثلاثة على حسب الذوق السكر. واحد فلو يمكن لنا نديروه ما فلو
نحطو كراميل او الموز او فاني. بالذات هادو كتمشي بيهم كراميل ولا موز ولا فاني. انا اكثريه كندير الفاني. كنديروا هذيك البيضه وديك معالق ديال الحليب البيضه والسنيده ونص لتر الحليب وهذا والبيضه كنخلطوا كل شيء فوق النار يعني كنحركهم فيها داكشي كنديروا فوق النار بحال الفول عادي ديالنا. في نفس الوقت كناخذ واحد كاس ديال السنيده كيذوب على نار مهيله حتى كيولي كراميل بلا ما نحركوه باش وما يتحرقش باش ما يجيش مر. صافي هنايا الحليب ديالنا وجد اللي مع حليب غبره والبيضه والسكر والفلو وجد كيكون كراميل تا هو وجد. كناخذوا اي مول بغينا نديروا مولات فرديين نديروهم بغينا نديروا عائلي لك اختيار يعني. ديك الساعه كتدي كي بغيتي كتحطي داك تكبي داك كراميل هو الاول وكتضيفي فوق منه سميتو كتضيفي فوق منه داك الخليط ديال الحليب مع الفلو مع نيدو البيضه زعما حليب غبره والبيضه صافي وكيجي رائع. بالنسبه ديرو في الثلاجه حتى كيبرد حتى كيدوب داك الكراميل عليه كتخليو على الاقل واحد 4 السوايع حتى كيحتاج داك الكراميل كيدوب. راه كيما واضح عندك الصوره صافي. وكان ديك الساعه كنقلبو يمكن اللي ندريت كي بغيتو نديرو بالفواكه باللي بغيتي في الجوانب ديالو حاجه رافقه بها. درتي زينتي بوريدات ياك هذاك بوريدات كريمه الفريز وكريمه ديال الشوكولاته كريمه الشوكولاته يعني درتي هذا الكريم كراميل في الوسط وزينتي بوريدات هكا يعني جا بحال زواقه يعني جا زوين. وهذوك اللي الفوق فريز ياك فريز درت على شكل وريدات وريدات. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بارك الله فيك لالي خطيك. شكرا سي سناء شكرا بزاف سكينه ام هبه الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف على كل هذه الاقتراحات المميزه اللي قدمتي لنا اليوم. واكيد المستمعات ان شاء الله سجلوا معنا هذه الاقتراحات ويوجدوهم الافراد الاسره وخاصه الوليدات اللي تيبغيو هذا النوع ديال الاقتراحات. اكيد ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا لهذه الاقتراحات في كل مره بالاضافه على انه يمكن لكم انكم تعاودوا تسمعوا الحلقه في موقع على لابلوس.ما. دابا راه نسقت مع يعني الصحفيه اللي لمياء برالي كان وجهها تحيه كبيره على المجهودات اللي كتقوم بها المنسقه ديال يعني الموقع يعني لالا بلوس والفيسبوك ديال لالا مولاتي. بعث لها بكل هاد الاقتراحات بالصور بالشكل ديالهم بالمقادير والطريقه مشكوره جدا بعثتهم لي سكينه ام هبه وانا غادي ننزلهم يعني من دابا شويه تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه يعني مهم مع نهايه البرنامج. يمكن لكم انكم تدخلوا الموقع لالا بلوس .ما وغادي تمشيو كيف قلت يعني غادي تمشيو الاف يعني الفيسبوك فين كاين الفوق يعني غادي تهزوا عينكم غير شويه الفوق تلقاو الاف الرمز ديال الفيسبوك. مجرد ما توركوا عليه راه غادي يديكم الفيسبوك الرسمي ديال لالا مولاتي اللي كنزلوا فيه الوصفات. راه غتلقاو كل الاقتراحات بالعنوان ديال الاقتراحات اللي قدمت سكينه ام هبه في برنامج لالا مولاتي. فاللي بغى يمشي مباشره من الفيسبوك لانه كاين بزاف ديال الاسماء ديال يعني ديال الاشخاص اللي يعني مختارين يعني هذا الاسم ديال لالا مولاتي ربما حتى بالصوره اولا بلوغو ديال ميد راديو. فحاولوا على انكم تقلبوا راه غادي تلقاو لوغو ديال لالا مولاتي بالفوشيا يعني بداك الغوص فوشيا وغتلقاو كذلك الصوره ديالي وفيها برنامج لالا مولاتي مع سناء الكناني. الى حرتوا انكم تدخلوا مباشره من الفيسبوك كيف ما قلت راه تمشيو يعني في جوجل غادي ديروا www.lalaplus يعني ديروا غير lalaplus.ma غادي تخرج لكم الموقع الرسمي ديال لالا بلوس بوان ام ا وتما راه غادي تلقاو حلقات لالا مولاتي اللي كنزلوهم بشكل يومي يعني غتلقاو حلقات لالا مولاتي توركوا عليها غادي يخرجوا لكم الحلقات بالتواريخ. وكيف قلت يعني غتهزوا عينيكم غير شويه الفوق تلقاو الرمز ديال الفيسبوك اللي هو اف غير غتوركوا عليه راه غيديكم الموقع الرسمي يعني الفيسبوك الرسمي ديالنا ديال برنامج لالا مولاتي تابع لميد راديو اللي غتلقاو فيه كل الاقتراحات بما فيهم هاد الصباح ان شاء الله كل هاد الاقتراحات ديال اللي قدمت لنا سكينه ام هبه اقتراحات ساهلين مميزين في نفس الوقت ونتمنى انكم تشوفوا الشكل ديالهم وفي نفس الوقت تعاودوا تعقلوا على المقادير والطريقه. وبالنسبه للسيدات اللي ربما ما تيدخلوش الفيسبوك او ما عندهمش انترنت غادي نحاولوا ان شاء الله من خلال البرنامج. انا دابا في الساعه الثانيه غنعطي بعض الاقتراحات ديال سكينه ومن بعد نعاود نقدمهم لكم يعني في شهيوات لالا مولاتي باش تسجلوهم معنا.
المسابقة ما زالت مستمرة، الفوز مضمة ديال الذهب كل شهر، ونتمنى واحد سعيد لجميع محدقات لالا مولاتي. ومعنا الحدقة اليوم اللي ربحات على أنه منتوجات متنوعة مهداة من دامتي وإيديال، بالإضافة على أنه تشارك معنا مباشرة بالاقتراحات اللي بعثت لنا بهم في الرقم ديال الواتساب. فالمستمعة المحدودة معنا اليوم هي خديجة الطيبي من الرباط. ألو خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خديجة مرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك أختي، الله يكبر بك. الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك، مبروك عليك معنا اليوم المشاركة ديالك والفوز ديالك بمنتوجات متنوعة مهداة من دامتي وإيديال، ونتمنى أنك تشاركي في المسابقة الكبرى وتربحي إن شاء الله مضمة ديال ذهب أنت وكل السيدات إن شاء الله يا رب. وحد سعيد لجميع السيدات إن شاء الله يا رب. وشكرا جزيلا على البرامج والاقتراحات اللي تبعتي. بارك الله فيك، بارك الله فيك خديجة. بعتي بالعديد بالاقتراحات، اختاري لنا جوج ديال الشيوات اللي غادي توجدينا اليوم. كنتي صيفطتي واحد الشوربة وقرصة ملحين. يلا واخا خليك معنا، غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مع خديجة الطيبي باش تعطينا قرصات ملحين والطريقة ديال شوربة دافية مناسبة لهذا الفصل. إذا تفضلي خديجة باش غادي نبداو. نبداو بقرصة الملحين. يلا تفضلي. قرصة الملحين تيكون فيهم بانون مسوس. يا غورت مسوس واخا. وداك بالعبان تاع بانون مسوس كنعبر به الزيت وكنعبر به حليب دافي. إيه. وبيضة ولبيت نستان ندير شوية تاع سنيدة شوية ماشي بزاف وقبة ملح. إيه. نجمع كل شيء حتى الآخر هذا باش ندير الدقيق وخميرة إيديال. إيه. وكنشد أختي سناء كنديرها في إلا عندي كوكوت كبيرة كنديرها في كوكوت كبيرة وكنشدي عليها. واخا. تقريبا في ساعة من بعد كنحيد ديك الصفران تاعت الكوكوت كتجي بحال إلا طيبتي شي حاجة وحليتي عليها تبرد. إيه. وكنحل العجينه كنلقاها طلعات كتكون خمرات بزاف. صافي وكنشكلها كويرات وكنسطحها في لاطون تاع الفران وكنعاود ثاني نخليها تخمر شويه، على ما طلع ثاني شويه كندهنها بصفاره البيض مع شويه الحليب. وكندير فوق منها الزيتون كحل احمر فرماج فرماج مبشور بيض وصافي. يعني ساهلين ماشي شي حاجه. ايه لا تكسحة. وصافي كندخلو من الفران ومن بعد والراحة. إيه تبارك الله عليك. هادو بالنسبة قرصات مالحين، وفعلا قد ما كيخمروه قد ما كيرتاحوا قد ما كيجيو رطبين ومفشفشين من الداخل. يتيبوا الوقت في أيا نخليهم يرتاحوا بزاف. واخا نمشيو للشوربة. الشوربة هذيك مع اللون ديالها شوية خضر، شنو فيها؟ بالنسبة للقرعة. هكذاك القرعة الخضراء. ها القرعه الخضراء. القرعه الخضراء كبيره وما فيهاش شي حاجه حمراء، ما فيهاش بحال هكا القرعه الحمراء ولا في الزوق. واخا ها القرعه الخضراء ودرت شان كلوف دامتي. واخا شوفي خليك معنا، غير عطينا المقادير شويه بشويه يعني الطريقه ديال هاد الشوربه. صافي واخا تنشوف القرعه الخضراء اللي عندي في الثلاجه، يعني ما مكلفاش بزاف، اي حاجه في الثلاجه راه كدير وكتسلق. نسلقها صافي من بعد ما تسلق نطحنها. ايه عرفتي فاش كنطع الصوبه. وكنسمها بضامتي. ايه وصافي وكتقدم كتكون سخونه. واخا غير عاودينا الطريقه باش المستمعات يفهموا اكثر الا سمحتي. واخا الو مازال معنا خديجه. الو خديجه مازال معنا خديجه. الو واخا دابا غادي ناخذ الطنجره هكذاك بداي معنا يعني مرحله بمرحله. يلا صافي واخا سمحي لي حتى في اول مره. لا ما كاين حتى مشكل، بالعكس مرحبا بك. الله يكبر بك. كناخذ الخضره اللي عندي في الثلاجه، يعني ماشي ضروري ناخذ شي خضره مكلفه. اللي عندي في الثلاجه قرعه بنجال الكرومب مثلا. ايه اي حاجه عندي في الثلاجه كنقيها وكنسلقها. نسلقها مع التوابل، مع نسلقها مع شويه القزبر، ربيطات القزبر مجموعه. ايه ونسلقها، نسلق الخضره كامله تسلق ونصفيها من الماء ونطحنها. ايه نطحنها وفي الوقت فاش نكون نطحنها نضيف معها دامتي البنه. ايه واخا وصافي كتكون ساهله التحضير وكتكون سخونه، كتسخن في هذا البرد فعلا.
الله يعطيك الصحة خديجة، تبارك الله عليك وعلى المشاركة ديالك، وربحتي معنا منتوجات متنوعات زيدي تبيني الحداقة ديالك بهم مهدة من دامتي وإيديال. ونتمنى أن كل المستمعات اللي مازال ما شاركوش، ما بقاش يعني وقت كثير وغادي يتم الإعلان إن شاء الله، وفرز يعني للمستمعة المحدودة اللي ربحت مضمة ديال الذهب من خلال برنامج لمولاتي. فضاعفوا الحظوظ ديالكم، راه المسابقة الكبرى مازالت مستمرة والطريقة سهلة، غادي يعني اي شيء وجدتوها سواء يعني بايديال ولا بدامتي، هذوك الغلافات جمعوهم، وفي كل بره غادي ديروا جوج غلافات ديال ايديال مع جوج غلافات ديال دامتي، وغادي كل بره يكونوا فيها اربعه ديال الغلافات، جوج ايديال وجوج دامتي. وحاولوا انكم تضعفوا الحظوظ ديالكم، يعني حاولوا تصيفطوا ماشي غير بره وحده وانما العشرات ديال البراوات، باش يكون عندكم فرصه انه سحب القرعه، لانه يعني السحب غادي يكون غادي نخلطوا مثلا هذوك البراوات والاضرفه كلهم اللي جاوا، وغادي يتم اختيار يعني بره. فحاولوا انكم قد ما ضعفتوا الحظوظ ديال البراوات اللي صيفطوا لنا، قد ما غيكون عندكم حد كبر، على انه ربما ان شاء الله يعني البرا اللي تهزات تكون من نصيب ديال المستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما. هادشي كله غادي تبعتوه على العنوان ديال ميد راديو، واللي هو ساهل، غادي تبعتوه على اذاعه ميد راديو، غتكتبوا في العنوان اذاعه ميد راديو فضاء زرقطوني 55 طابق الخامس الدار البيضاء، إذاعة ميد راديو فضاء زرقطوني 55 طابق الخامس الدار البيضاء. فسرعوا بالمشاركة وبعثوا لنا على هذا الصندوق البريد، وضعفوا الحظوظ ديال الفوز بمنظومة ديال الذهب كل شهر. وما تنساوش على أنه قد ما ضعفتوا الحظوظ ديالكم، والقانون ديال المسابقة راه ساهل، جوج الغلافات إيديال مع جوج غلافات ديال دامتي غادي ديروهم في جوا، وكل جوا يكونوا في أربعة ديال الغلافات، وغادي تصيفطوهم على العنوان اللي ذكرنا دابا ديال ميد راديو. وبالنسبة لكل الأشخاص اللي يعني قراب للدار البيضاء والنواحي أو لا في الدار البيضاء، راه يمكن لهم يجيو مباشرة بلا ما يصيفطوا على صندوق البريد، يعني يجيبوه مباشرة للمقر ديال الإذاعة. نبغي نقول لكل المستمعات كذلك بعض التساؤلات كنلقاهم في الرقم ديال الواتساب ديال المسابقة، هو أنهم بالنسبة الاقتراحات اللي كتصيفطوا، يعني الشهيوات اللي قدامهم، يعني مثلا الشهيوه اللي نتوما طيبتوا وحدها الغلاف مثلا ديال المنتوج، راه بالنسبه لهاد الاقتراحات ديال الصور اللي كتبعتوا لنا، هادوك عندهم علاقه بالاختيار ديالكم باش انكم تدوزوا معنا في البرنامج وتعطيو هاد الاقتراحات. فبهذيك الطريقه يعني غادي تربحوا منتوجات متنوعه باش طيبوا بها، بالاضافه على انكم كنسمعوا الصوت ديالكم وكنتعرفوا عليكم اكثر، وكدوزوا معنا من خلال البرنامج وكتقدموا شهيوات للمستمعات. اما الفوز بمضمه ديال الذهب فضروري على انكم تجمعوا اربعه ديال الغلافات وتصيفطوهم على العنوان ديال ميد راديو حد سعيد للجميع حد قالت لاله مولاتي. مازال لقاء، مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لاله مولاتي، وغادي نمشيو مباشره للتواصل معكم مستمعينا وناخذوا اول مكالمه معنا. فاطمه من اسفي، الو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا فاطمه. لاباس. الله يبارك فيك، لاله اختك. اختي عندي واحد الطلب الله يعطيك الصحه. اييه مرحبا. بنظم المستمعات واحد الحلوه الله يعطيك الصحه، راه تجي على وريقه كتجي بحال الشكل ديال الوريقه ديال الشجر، هي تتذوق غير بالموس. مشاو ليا المقادير ديالها. واخا قلتي لنا الورقه حلوه، قلتي لنا بالمرشم ديال هي كتجي بحال الوريقه ديال الشجر، كتذوق غير بالموس هي ماشي بالمرشم. اييه واخا. الله يعطيك الصحه كتي مستمعات عطاري، الله يعطيك الصحه. هذه ماشي واخا، ما كاين حتى مشكل، هذه يعني ماشي حلوه بارده، كطيب في الفران. لا كطيب في الفران. واخا باش تذوق، هي كتذوق بالموس وكتفند السنيده، انا مشاو ليا غير المقادير. ما كاين حتى مشكل. واخا ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. نعاودوا نقدموها لك. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك، ما كاين حتى مشكل. تحياتنا لك فاطمه، ونتمنى ان المستمعات يعني يقدموا لنا هاد الحلوه، واكيد على انه مع ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله اللي يدخلوا علينا عليكم الصحه والسلامه، اكيد ان شاء الله غادي نعطيو اقتراحات وحلويات اللي هما سهلين بساط اقتصاديين ومميزين في نفس الوقت، لانه باش يكون عندكم فرصه على انكم يعني تشاركوا معنا وتستافدوا من خلال هاد الاقتراحات اللي كنقدموا لكم. كذلك عما قريب يعني غادي نسقوا مع اختصاصيه في الحلويات
الحلويه خديجه السكراوي واللي موجده لنا اقتراحات ديال الحلويات اللي هما ساهلين مميزين، وبالاضافه انه غنعطي يوميا حلويات باش يعني توجدوهم على تيسع، يعني غير الفال كيف تنقولوا دائما في هذه المناسبات كنبغيو يعني حويجات يكونوا ساهلين اقتصاديين، جوج ثلاثه ديال الشكيلات وكل واحد على حسب القدره ديالو. فاكيد مازالين مواصلين معكم مستمعينا، نتعرفوا على الحداقه ديالكم على كل طلباتكم والمشاركات ديالكم على 05 22 88 00 60 61 62. غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا مريم من العيون. الو مريم. واخا ناخذوا مكالمه اخرى، وقبل بالنسبه للبانكيك اللي كانت قدمت لنا سكينه غادي نبداو به هو الاول باش نعاود لكم بعض الاقتراحات اللي قدمتهم لنا سكينه ام هبه. فبالنسبه للبانكيك واللي نتمنى انكم تجربوا كل هذه الاقتراحات لانه زوينين بزاف الصراحه. بالنسبه للمقادير ديال البانكيك، في جوج كيسان ونص ديال الطحين فورس، ثلاثه المعالق ديال يعني السكر سنيده، نص كاس ديال زيت المائده، كاسونس ديال عصير المندرين اولا عصير الليمون، خماره حمراء ديال الحلوه يعني 9 غرام، ساشي ديال الفاني، قبيسه ديال الملح، وبيضه وحده. غادي نعاودو بالنسبه للمقادير ديال البانكيك، فيه جوج كيسان ونص ديال الطحين فورس خاص بالحلويات مغرب المزيان، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاسونس ديال عصير المندرين ولا عصير الليمون اللي متوفر، خماره حمراء ديال الحلوه يعني ما يعادل 9 غرام، ساشي ديال الفاني، قبيسه ديال الملح، بيضه وحده. غادي نخدموا المقادير بطريقه العاديه، يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنبقاو نخلطوا المقادير شويه بشويه، يعني داك السكر سنيده مع الزيت مع عصير الليمون، وكنطحنوا هادشي كله، من بعد كنديروا الخماره والفاني والملحه والطحين، كنبقاو يعني كنخدموا بطريقه ديال ديال الكيك العادي، وبحال كيف كنديروا بالطريقه العاديه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. والخليط ديال هاد البانكيك يكون بحال ديال الكيك، ومباشره كنطيبوهم في المقله اللي ما كتلصقش، ونحاولوا على انه نديروهم في قياس واحد. علاش قياس واحد؟ لانه كيف ما قالت سكينه هو انه بالطريقه ديال الاقتراح ديالها هو انه دار طبقه فوق طبقه، فملي دار طبقه فوق طبقه ديال البانكيك ضروري انه يجي قياس واحد، ما يجيش مثلا واحد عرض من الاخر او لا واحد صغير على الاخر، فضروري انكم ديروهم قياس واحد، اما تستعنوا بالاطار اما ديروا على الدوره ديال المقله، مثلا خذوا المقله اللي ما كتلصقش ديك الصغيره وديروا على الدوره ديالها او للاطار، او حاولوا انكم تحكموا فيها، راه كاين تبارك الله اللي متمكنات وكيديروا قياس واحد. بقاو غاديين حتى تكملوا هاد لي بانكيك، ومن بعد غادي ديروا صلصة ديال الكريمة ديال الليمون واللي فيها كاس ديال عصير الليمون أولا كاس ديال عصير المندرين، جوج المعالق ديال النشا أولا نعوضوهم جوج معالق ديال كريم باتيسيغ بودرة، والحلاوة على حسب الذوق. ناخدو كاسرونة غادي نديرو فيها كاس ديال عصير الليمون، ومن الأحسن أنه قبل ما نسخنو مثلا ناخدو كاسرونة نديرو فيها كاس عصير الليمون أولا كاس ديال عصير المندرين، نزيدو عليهم جوج معالق ديال النشا اولا جوج معالق ديال بودره الكريم باتيسي اللي كتباع في الكرتونه على شكل غبره، ونديروا الحلاوه على حسب الذوق. بغيتوا تزيدوا معلقه ديال الحلاوه جوج معلقات، بغيتوا ما ديروش مثلا حلاوه تكتفي غير بالحلاوه ديال المندرين ولا الليمون الا كانوا حلوين، لكم الاختيار. وغادي تخلطوا هادشي كله مزيان وهما باردين باش هذاك البودره ديال كريم باتيسي اولا النشا تخلط مزيان مع داك عصير الليمون، عاد ديك الساعه نديرهم فوق العافيه ونبداو نحركوا على عافيه مهيله بالمعلقه ديال الخشب حتى كيعقد لينا هاد الكريمه ديال الليمون. وديك الساعه كناخدو البانكيك كنديرو الاولى وندهنوها بالكريمة ديال الليمون، ونديرو فوق منها الثانية، ونديرو الكريمة ديال الليمون فوق منها الثالثة كريمة ديال الليمون، من بعد الوجه ديالها كله كنديرو بالكريمة ديال الليمون من الفوق، فكتجي على شكل طبقات، كتجي طبقة البانكيك طبقة ديال صلصة الليمون، وحنا غاديين حتى كنكملو على شكل طبقات. ومن بعد يعني كنديرو الوجه ديالها بالكريمة ديال الليمون، وسكينة زونت زينتها يعني بالشوكولات الابيض، شوكولات الابيض درتو على شكل داك التزيين ديال الميلفي بطريقه العاديه، لان نديرو على شكل يعني دوائر، وكنبداو نجرب الكيغ دون مثلا باش كتجينا داك التزيين ديال الميلفي، ورشات يعني بالتزيين يعني برشات بالبيبي شوكولا البيضين والكحلين، وكذلك حكيت شويه ديال المندرين اولا داك المندرين يعني كتعسلو شويه،
اولا كيبقى اختياري يعني عطاني ظرف صراحه ملي جا على شكل طبقات وزينات بالتزيين ديال الملفي هكا بالشوكولاته الابيض فبانت بحال الكيكه يعني بانت بحال الكيك وكتبان بحال لا جينواز. وانتم لكم الاختيار اللي دخل وصلاتو الفكره اولا اللي سمعنا اليوم وصلاتو الفكره يديرها على هذا الشكل واللي ما بغاش راه ممكن. المهم هو ديك القاعده الاساسيه ديال هذا الاقتراح ديال البانكيك بالمذاق ديال الليمون كيف ما قالت. دابا المندرين تبارك الله خارج ومازال غادي يجي ان شاء الله. حاولوا انكم تستافدوا منه قدر الامكان اصلا هو غني بفيتامين سي يعني يوميا حاولوا اننا ناخذوه وبالاضافه ندخلوه بزاف ديال الاقتراحات بما فيه مثلا هذا البانكيك ديال الليمون ولا ممكن انكم تصايبوا البانكيك ديال الليمون كيف عطاتوا لنا سكينه ملي نطيبوه ونساليو ديك الساعه كنخليوه كيف ما هو وكنديروا صلصه ديال الكريمه ديال الليمون وكنديروها في زليفه وكنقدموها ديك الساعه كل واحد كيهز شويه من ديك الكريمه ديال الليمون وكيدهن بها البانكيك وياكلها بسهوله. فهذه على حسب هذا المنظر يعني كيجي زوين وخاصه دائما تنقولها وانه شحال من مره كنبغيو نمشيو عند حبابنا او الضياف او الجيران مثلا وكيكون مثلا ما تيكونش عندنا الفلوس او عندنا مثلا مصاريف اخرى فما تنعرفوش شنو غادي نديو نقدو مثلا نديرو مناقص من هذيك لانه تعودنا على اننا يعني داك الصواب ديالنا وخصنا نمشيو بيدينا عامرين او بعد النوبات مثلا كيجينا شي تبصيل فيه مثلا شي حاجه يعني معروفه هذه في التقاليد ديالنا وما كنعرفوش شنو غادي نرجعو فيه مثلا. فراه هاد الاقتراحات بهذا الشكل ساهلين اقتصاديين وكيعطيو منظر لانه حتى مثلا كيف تنقولوا قيمه الحاجه كتكون يعني في داك الشيء اللي حنا كنصايبوا اللي كنضربوا عليه الثمن ماشي بالضروره انه تكون شي حاجه يعني طالعه في الثمن او لا تكون شي حاجه يعني اللي عنده واللي متوفر اللي يزيدوا يعني الواحد راه كيمشي وتيكبر يعني بداك الشيء اللي عنده واللي مثلا الحمد لله يعني كل واحد عنده رزقه يعني بالقليل ولا بالكثير فالواحد يصايب هذه الاقتراحات بهذا الشكل ويزينها. ونتمنى تدخلوا تشوفوا مثلا كيفاش زينتهم السكينه طريقه سهله ومميزه وبسيطه ولكن الصراحه ملي غندي انا مثلا لجارتي ولا مثلا يعني شي حد من العائله غندي لي مثلا هذا البانكيك اللي زينته بهذا الشكل ونديه مثلا فراه الصراحه وكيجي يعني زوين كيجي منظر وكيحس بك الواحد انه راه واخا مثلا يعني الواحد دار واحد المجهود دار واحد المجهود فحاولوا انكم يعني الواحد يخدم بهذه الامور اللي هي سهله وبسيطه لانه الحياه كتبغي شويه ديال السلاسه الواحد ما يعقدش على راسه. المهم هو الواحد يتلاقى ويتجمعوا العائله او الاحباب او الصديقات ما بيناتهم وماشي بالضروره انه حتى نديو معنا بلاطو من الباتيسري اللي كيسوى 4000 ولا 5000 ولا 6000 كيف تنقول دائما اللي عنده الله يسهل عليه والله يعاونه واللي ما عندوش او اللي عنده الحمد لله رزقه فالواحد حد يمشي على حساب الجهد ديالو. المهم هي هذاك التاويل او ذاك الذكاء المطبخي عند السيدات لانه شحال من وحده مثلا كتكون عندها يعني امكانيه ولكن كتكون محدوده يعني ما كتعرفش كيفاش غتصرف او لا كيفاش غدير مثلا. وكاين تبارك الله لي سيدات بسيطات ولكن متولات واقتصاديات تيعرفوا مثلا من حاجه يخرجوا منها حويجات اللي هما راقين واللي هما زوينين لدرجه انه ما كتفرزيش مثلا بالثمن اللي هذه مثلا طالعه في الثمن وهذه اللي هي مثلا رخيصه في الثمن. فنواصلوا باقي المكالمات وناخذوا معنا ناديه من القنيطره. اهلا اختي سناء. اهلا ناديه الله يطول عمرك بارك الله فيك صبحتي مزيان تبارك الله عليك على البرنامج الله يبارك فيك اللي كتقدمي الله يعطيك الخير التالق يا ربي امين ولا سبع سنين هذه وانا تنحاول نتصل ولكن والو بدون جدوى تبارك الله الله يعطيك الخير مرحبا بك ناديه مرحبا الله يبارك فيك. المهم انا بغيت عندي راه رسلت لك شي وصفات في الواتساب ولكن يمكن ما توصلتيش بهم. لا غادي نقول توصلت ولكن ربما ما غاديش نعرف شكون مثلا. كعبة الشوكولات ودرت لك واحد الكيك مالح راه مزوق بالفلافل والزيتون ودرت لك شي غريبات المهم شي حويجات ديالي. واخا انا مازال ان شاء الله لانه كاين بزاف ديال المشاركات مازال يعني مازال كنهزو هكا الصور ديال المشاركات. مرحبا ناديا. المهم غادي ندير معك دابا كيك مالح. كيك مالح. ندير لك النصيحه على الخميره البلديه. واخا. لان ساعتين تتصدق. واخا ان شاء الله. نقول لك الطريقه حتى الطياب ديالها كيطيب. اييه. وعندي بزاف لي زاستيس اللي تيدارو نيت في هذا الشيء ديال مع قريته ديال هذا الشيء في الطب. مزيان. بعد نستافدوا منك ان شاء الله حنا نتواصلوا معك. عندي هي شويه لاكارت. ما كاين حتى مشكل عطينا غير هذا البريوش هذا الاقتراح مالح ومن بعد ناخذوا رقم الهاتف ديالك مرحبا. المهم عندي بالنسبه لي هذا الكيك مالح تنحتاجو فيه واحد المهم واحد نقولوا 5 دراهم ديال العداد او كفته او هذا تتسوطا مع شويه البصيله والملحه والابزار
واحد فيفله ملونه يعني حمراء او خضراء او صفراء، حتى هما تيتشواو تيتسطاو حتى هما شويه مليحه وبزيره، وخيزو او غورجيت هذا المهم خضره. المهم قليل قليل شويه 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 من الحاجه، من بعد تنشدو واحد ربعات البيضات تنطربوهم مع شويه قول شويه الملحه، معلقه د الموطرد وجوج معالق كبار ديال لا كريم فريش، واحد كاس الحليب، وهاد الشيء تنزيدوا عليهم هاد الخليط اللي قلنا ديال الداند مع الفلافل مع الخضره، اللي ما بغى يعني الدجاج او حاجه يدير هي الخضره واخا، وتنستريها بشويه الزعتر، ومن بعد تضيفي لها الطحين. قول لي قياسي تجيك ثقيله، قياس انا كاس حتى الكاس ونص ديال الطحين، قول 125 غرام اللي كتحس هاد الكاس، ومن بعد تديريها في المول ديالك وتطيب. منين طيب تجي مهم راه تجي منفوخه ولا تشدي الفرماج تلقي بمعلقه ديال الحليب، هاد الفرماج تيجي بحال اون كريم. منين تيطيب تتخرجي تديريها فوق منه تزوقي بفلافل يعني مشويه وشويه قطع ديال الزيتون. ايه واخا. المهم وبالنسبه للخميره البلدي اللي بغي ندويك لان بزاف ما تتنجح لهمش. ايه بصح. اول حاجه انني انا يعني فاش تجي ترطب الخبز ديالها، منين انا تندير لها معلقه زيت البلديه في العجينه باش تجي اصلا رطب الخبز ديالها والشيش. ثاني حاجه تنديرها في تحت البوطاجي مظلم، تندير عليها واحد الميكا تتخمر دغيا ساعه ونص ما تتكملش تتخمر، ومنين في الطياب ديالها يدخل الفران مزيان وطيبيه لتحت. كديريه سمحي لي انا ديا كديري في البلاكار تحتاني تحت البوطاجير، في البلاكار اللي تحت البوطاجير واخا. اييه اييه تخمر دغيا مزيان، وفي الطياب ديالها يعني خصك الفران يكون سخون مزيان وتتسبقي لتحت ما تتسبقيش الفوق. اييه سي لتحت ويا دغيا تيتنفخ، عرفتي الخبز تيجي من فوق ما تيجيش مدقات ولا هذا، تيجي من فوق تبارك الله. وتجي حتى رطبتي والله وما فيه لا ريحه لا والو. هذا بالنسبه للاسيس ديال الخبز، انه خصو اي مخبوزه عندك تبقي لتحت. بالنسبه للمولين الكاز انا متندفع أيه؟ المولين الضوء يعني بالفران ديال الكاز. اييه واخا خصو لتحت يسبق. بالنسبه ديال الضوء حتى هو اصلا خصو الفوق، ما تكونش العافيه تحت منه، دائما العافيه الفوق. اييه واخا هذا بالنسبه لهذا. بالنسبه للكريم بوغ بنعطيك واحد لاسيس حتى هو، بالنسبه فاش تديري ذاك السيرو اللي تيقول لك خاصك ضروري تيغمو ما تخباش تعبري، انا ما تنديرش تيغمو، ما تحسبي 10 دقائق مي تجي الغليه في ذاك السكر تتحسبي 10 دقائق تطفيها هو السير واجد. اييه وهذا هو اللي تطلعي به البيض، راه تجي ومن بعد تزيدي ديك الزبده القياس. هذه بالنسبه للكريم الزبده. هذه كريمه الزبده. اييه والمهم بعد غادي نعطيك ديزاسي دابا مع مرتبكه. الله يعطيك الصحه ناديه الله، شكرا لك بزاف اللي سمعنا صوتك على خير وتعرفنا عليك، وانا راه سجلنا. الله يبارك فيك عزيز. الله يعطيك الخير بارك الله فيك، وانتم اعز والله ربي اللي عالم. ما تمنيتي يا ربي امين حنا وانتم ما شاء الله. الله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف، الله يحفظكم بارك الله فيك. غادي ان شاء الله غنشارك معك في عندي كعبه بالشوكولات. مرحبا ناديه مرحبا. ان شاء الله غادي يعجبك. مرحبا. انا راه خديت رقم الهاتف ديالك وراه سجلته سميحه مشكوره ان شاء الله، وعطينا المزيد من النصائح المطبخيه المفيده لكل السيدات. شكرا لك بزاف ناديه. يعطيكم كاملين وتبارك الله عليكم راكم في صباحكم مبروك بارك الله وفيك بكم الحمد لله الله يعطيكم الخير. شكرا لك بزاف ناديه من قنيطره. بالنسبه للمستمعه اللي طلبات الحلوه اللي على شكل الورق ديال الشجر، مشكوره جدا الشيف حفيظه الزمراني مكناس، يعني مباشره يعني بعثت لي بالمقادير والطريقه، وهذا هو المضنون يعني في كل السيدات الحادقات تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الصحه ما تيبخلوش علينا. شكرا لك بزاف الشيف حفيظه الزمراني من مكناس، غادي نعطي هذا الاقتراح المستمعه ونتمنى انها تسجل معنا هذه المقادير ديال هذه الحلوه ديال ورق الشجر. ففيها 125 غرام ديال الزبده مارغرين بدرجه الحراره ديال المطبخ يعني تكون رطبه، غادي نزيدوا عليها ساشي ديال الفاني، نزيدوا عليها كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، غادي نعبروا بالكاس العنبه، وجوج ديال البيضات، وشويه ديال الملحه، وكنخلطو مزيان غير بيدينا لانه الحراره ديال المطبخ ديال يدينا يعني في الصراحه مزيانه هكا نتفاعلوا هكا سواء مع الكيك يعني ولا يعني مع الحلوه ملي كنخدموها بيدينا كتجي مزيان. فقلنا بالنسبه لهذه الحلوه ديال الورق الشجر يعني على الشكل ديال ورق الشجر، فيها 125 غرام ديال الزبده مارغرين واخده درجه الحراره ديال المطبخ يعني رطبه، نديروها في واحد الاناء ولا قصريه، غادي نديرو ديك 125 غرام ديال الزبده رطبه يعني واخده درجه الحراره ديال المطبخ، نزيدو عليها كيس واحد من الفاني ساشي ديال الفاني، ونزيدو كاس لاروب ديال السنيده،
ونزيدو كاس لاروب ديال الزيت، نعبرو هادشي بالكاس العنبه، وجوج ديال البيضات وقبيصه ديال الملح. هادشي كله كنخدموه مزيان بالكف ديال يدينا كيتخلط. 125 غرام ديال الزبده مارغرين مع ساشي ديال الفاني مع كاس لاروب ديال السنيده مع كاس لاروب ديال الزيت مع جوج بيضات مع شويه ديال الملح. نخلطوا هادشي كله مزيان حتى يتخلط بحال الكريمه، يعني يدعك مزيان بالكف ديال يدينا ويتخلط بحال الكريمه. عاد ديك الساعه كنزيدوا الطحين والخماره المغربلين. ني غادي ناخذوا الطحين على حسب الخليط وغادي ندخلوه شويه بشويه، وخماره هادو بجوجهم غادي نغربلهم خماره ديال الحلوه حمراء، وغادي نزيدوها مع داك الطحين مغربلين مزيان ويكونوا خاصين بالحلويات، ونبقاو نخلطوا. حنا كنزيدوا الطحين دائما ايد كنخلطوا بها الحلوه، وايد يعني كنحفنوا بها داك الطحين شويه بشويه حتى كتجمع لينا. ومن يعني معروف انه الحلويات على العموم كيكونوا رطبين باش ما تجيناش مدقصه، ندو ندخلوا شويه بشويه وحنا كنخلطوا. بمجرد ما تجمع لينا يعني بداك الطحين صافي وتبان لينا يعني صافي تجمعات، ما نبقاوش نهائيا نزيدوا الطحين لانه خاصها تكون حلوه رطبه مرخوفه وكتجمع بسهوله، وملي كنقيسوا الحلوه كتجينا يعني رطبه. من بعد ملي كتجمع لينا وكتكون رطبه ديك الساعه كنخدموها مزيان كتخلط مزيان وكتجمع حتى كتولي عجينه رطبه مرخوفه، وديك الساعه كناكلوا منها حرابل صغار، كنشكلوا منها حريبلات صغار وكنبداو نشكلوها بحال الورقه ديال الشجر. يعني ناخذوا لاطه ديال الفران ونفرشوها بوراق سولفوريزي ولا كاريت ديال الزبده، وغادي نديروها على شكل حريبل، يعني على شكل حريبل صغير، وغادي نبقاو يعني غادي نبسطوها ونبقاو نجروها باش تجينا بحال الورقه ديال الشجر. وإلا عندكم شي ورقه ديال الشجر حاولوا انكم باش تجيبوها على القياس مثلا. وكاين دابا تبارك الله يعني قبل ما كانش كدار بصراحه بالاطار، دابا راه كاين الاطار ديال الورق ديال الشجر، فعلى حسب يعني باش تجيكم هكا يعني عريضه من واحد الجهه ومقنته باش تجيكم على شكل ديال الورقه ديال الشجر. وديك الساعه كنفندوا الوجه ديالها في سنيده، ناخذوا طبسيل في سنيده وكنفندوا الوجه ديالها في سنيده، يعني ديك الحلوه وحنا شكلناها على شكل ورقه ديال الشجر نفندوها في سنيده الوجه ديالها في سنيده، ونستفوها في لاطه ديال الفران مفرشه بورق سولفوريزي. عاد ديك الساعه غادي ناخذوا الراس ديال الموس، ناخذوا الموس وغادي نبقاو نشكلوها على شكل ورقه ديال الشجره، يعني كنديروا خط في الوسط وعاد كنبقاو نميلوا كنزيكزاكيو شويه هكا من اليمين ومن اليسار باش كتجينا بحال شكل ديال ورقه ديال الشجره. اولا ناخذوا غير ديك الورقه ديال النعناع تكون كبيره ونحطوها قدامنا ونبقاو نرسموا عليها يعني هكا خط، ونبقاو غاديين على اليمين وعلى اليسار باش تجينا بحال شكل ديال الورقه ديال الشجر. ومباشره كندخلوها للفران كتحمر يعني حتى كطيب، يعني في الفران تتحمر وكتجي مقرمشه. والطريقه ديالها سهله، ونتمنى المستمعات تكون وصلت هذه الفكره ديال هذه الحلوه ديال ورقه ديال الشجر. والشيف حفيده الزمراني يعني كتبت لي وبصراحه راه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه، وتحياتي لهاد السيده اللي فكرتنا في الحلويات ديال زمان. وفعلا يعني قد ما دائما كنقولها الصراحه تبارك الله مزيان الواحد يتفنن، وتبارك الله على الحادقات المغربيات يعني بدعوا ما شاء الله لا في الطبخ ولا في الحلويات وباشكال كثيره، وتبارك الله هذا الشيء غادي وكيتزاد لا في المقادير لا في الطريقه ديال الاشكال لا تبارك الله في دوك القوالب اللي كنستعملوا داك الشيء الحلويات، يعني ولا فن كبير صراحه. ولكن كاينه يعني القاعده العامه هو انه الحلويات البلديه سواء ديال اللوز او الحلويات ديال دوازاتي المعروفين من زمان او داك الطبخ المغربي التقليدي الحر الصراحه راه ما يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتضاهي. واخا يعني كنديروا الحلويات حتى كنديروا بالشكيلات كنشوفوها في العين كتعجبنا كنزوقوا بها في المناسبات كتعجبنا، ولكن ملي كنحطوا قدامها شي غريبه اولا غير ديك البهله اولا مثلا دوك الحلويات اللي كبرنا عليهم واللي تبارك الله يعني من زمان وجداتنا كيديروهم وبقينا حتى حنا الحمد لله يعني امهاتنا علموهم لنا وحنا غاديين، واللي تبارك الله حتى السيدات كيوازنوا ما بين حوايج جات عصريين كيعرفوا ليهم وما بالقاعده الاساسيه اللي خصنا نبقاو قابطين فيها، لانه راه هذه داخله في التراث المغربي داخله في يعني في الصراحه في التقاليد ديالنا في الهويه ديالنا ما خصناش نفرطوا فيها. وخاصه وان الطبخ المغربي والحلويات المغربيه يعني عالميا معروفه وعندها واحد القيمه خاصه عندنا ماشي غير في المناسبات، يعني في كل دار ضروري دوازاتي كيكون حاضر، يعني تعودنا انه تبارك الله سطولات ديال الحلوه كيبقى ودابا تبارك الله يعني كنخليهم في المجمد في الكونجيلاتور على حسب الوقت. فهذوك الحلويات البلديين
كيكونوا لذات كيكونوا بنان. وفعلا كنلاحظوا واحد القضيه ملي كنصايبوا مثلا حلويات اللي هما مصايبين هكا بشكل عصري واللي فيهم هاد الالوان وفيهم هذا تيجيو زوينين. وخاصه انا شنو تيعجبوني، تيعجبوني في المناسبات ملي كيكون مثلا شي فرح شي عقيقه. الصراحه ملي كنمشيو بسوجي يعني في التيم مثلا ديال الختانه اولا مثلا في التيم مثلا ديال اللون الزرق في شي عيد ميلاد كيجيو منظر صراحه كيجي زوين. ولكن هذوك الحلويات تقدر مثلا تذوق منهم مثلا غير شويه ومن بعد صافي ما كتبقاش كل ساعه يعني 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 مشهي انك تمشي تعاود تاكلهم مثلا، ولا كتبغي تزوق بهم كتبغي تصور بهم مثلا تحطهم منظر كيجيو زوينين يعني في شي مناسبات. ولكن تبارك الله ملي كنديروا غير حلوه تريش بوند ولا الحلوه ديال البهله اولا غير الكعب الغزال ولا غير دوك الحلويات البلديين ولا حلوه ديال الكاوكاو ديال الكويختات وغيره مثلا من الحلويات ديال دوازتي يعني اللي تعرفنا عليهم من زمان، يعني تبارك الله ما كيبقاوش نهائيا يدوروا في الدار. يعني تبارك الله كل شيء تياكلهم وكل شيء تيعاودي تيولي مشهي داك اتاي انه مثلا يصايبوا باش يشرب معاه هذوك الحلويات. فنحاولوا دائما نوازنوا ما بين تبارك الله مزيان الواحد ينفتح بحال كيف كنفتحوا مثلا على اللغات مثلا يعني معترفين بالدارجه ديالنا معترفين باللغه العربيه، ولكن كنفتحوا على لغات اخرين اللي من المفروض اننا مثلا نكونوا كنعرفوهم ومزيان الواحد. فنفس الشيء في الطبخ المغربي في الحلويات العصريه ضروري انه نفتحوا على مطابخ. وتبارك الله المغربيات الصراحه اكدوا على انه اي مطبخ كيف ما كان يعني عالميا فاش كيجي في الدين يعني المغربيات، انا كنتكلم غير على المغربيات على اساس انا راه تبارك الله كاين لي شيف وكاين رجال ما شاء الله عليهم الله يعطيهم الصحه حتى هما يعني كيخرجوا من يديهم غير الذهب. غير هو بما انه يعني البرنامج النسوي كنهضروا اكثر على السيدات فكنتكلم يعني على السيدات وانهم تبارك الله اي مطبخ عالمي يعني تيرجعوه على الطريقه المغربيه. يعني كتلقى شهيوات اللي هما عصريين عالميين ولكن كاينه ديك لاطوش كاينه ديك اللمسه المغربيه ديال المراه المغربيه الله يعطيها الصحه. فتبارك الله عليكم والله يعطيكم الصحه ونتمنى وان شاء الله نبقاو دائما يعني في هذا النجاح وفي هذا القبول الا بغينا نقولوا لانه تبارك الله فين ما مشات يعني المراه المغربيه وكتمثل المغرب اولا فين ما مشات يعني من خلال المهرجانات. وتبارك الله دابا راه السيدات نفتحوا على هاد المهرجانات ونفتحوا على هاد المسابقات بهذا الشكل وهذا يعني كيعجبهم الطبخ المغربي وكل شيء تيكون راضي عليه عالميا وصراحه يعني كيعطيو صوره مشرفه. فالله يعطيكم الصحه والله يقدركم دائما. معنا مكالمه اخرى غادي ناخذ مكالمه وعاد نمشيو لفاصل غنائي. معنا عواطف من جرف الملحه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحتي لاباس عليك. الحمد لله الله يبارك فيك العواطف مرحبا. كنشكركم على الصداره وكنشكر ميد راديو كلها كنتونس بها. الحمد لله بارك الله فيك شرف كبير لينا مرحبا. انا اختي انا مريضه. اي الله يشافيك. وبغيت شي سيده الله يرحم الوالدين تعطيني شي وصفه ديال الحسوه تكون بها الاعشاب الله يرحم والديك. حسوه بالاعشاب بغيتي حسوه بالاعشاب واخا شنو عندك عواطف؟ انا اختي مريضه عندي العمود الفقري الظهر. اها شنو كيضرك ولا دايره لي عمليه ولا شنو؟ دايره عمليه وما كنقدرش نزيد. كداك واخا انا فايته هضره مع المدرب. عقلت صافي عقلت عليك عواطف عقلت عليك. الله يرحم والديك وسلمي على المامون الدريبي الله يرحم والديك. مرحبا بسلامك مبلغ الله يزيد فرحتك الله يشافيك انت والجميع ان شاء الله ويشافينا معكم يا ربي مرحبا. واخا كنشكركم كنشكر ميد راديو كلها من طيب قريبه حتى قهوه الصباح. الله يبارك فيك يوصل مرحبا بسلامك عواطف مرحبا بك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. بغات حسوه بالاعشاب واخا نعاودوا نعطيو ان شاء الله هاد الاقتراحات ونزيدوا نعطيو اقتراحات اللي هما ساهلين واللي هما دافيين مناسبين لهذا الجو. نوصلوا باقي المكالمات من خلال برنامج لا مولاتي ومعنا نعيمه من اكادير. الو نعيمه. الو 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 السلام عليكم نعيمه. كدايره بخير بس الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا. الحمد لله بارك الله فيك. بغيت نعطيك واحد الزعلوك ديال الدنجال والفلفله. واخا ان شاء الله. نعطيك نصيحه ديال الخميره كي يعني باش تخمر كي قالت السيده نعطيك انا عاوتاني اسرع من هذيك ديال الخميره البلديه؟ يعني لا العجينه. العجينه واخا. بارد الحال. اييه. يعني صعيبه باش تخمر فيه الساعه بوحدها. واخا. المهم نعطيك الزعلوك ديال الدنجال. هذا كليتو في المطاعم كبارين يعني شي حاجه كتكون بنينه وزوينه. المهم دنجال نقولوا حنا ثلاثه دنجالات واحد الفلفله كبيره خضراء كذا حمراء. الو
اييه كنسمعوك. اها الضريسه ديال الثومه وواحد المطيشه تكون كبيره والربيع قصبر ومعدنوس كنشدو داك الدنجال كي يعني بعدا يكون نقي ما يكونش فيه دوك الضريبات وهذا كنقطعوه على اربعه وكنقطعوه يكون مربعات كبارين ماشي صغار. والفلفله نفس الشيء حتى هي مربعات وديك الثومه كنحكوها باش تدخل مع داك وديك المطيشه هي كنقطعوها مربعات كنقيوها وكنحيدوها الزريعه وكنقطعوها مربعات والربيع وهذا وكندير في الكوكوت فاش كيطيب هو ماشي في المقله. وكنديروا الزيت بزايد زيت العود وزيت المعده والخرقوم شويه ديال اللي بغى الحركه دير شويه ديال الهريسه اللي ما باش بلاش والكمون والزريعه ديال القزبر والتحميره صافي هادشي اللي كاين الملحه. كديري في الكوكوت وكتخلطي دوك التوابل كاملين وكتزيد عليهم واحد كويس ديال الماء وكتسدي صافي وكتنقصي عليها ملي كتحلي عليها كتلقاي داك الزعلوك معلك. اييه يعني كيجي رائع. اييه الله يعطيك الصحة. اييه وبالنسبة للخميرة البلدية العجينة ديالها بدا أول خصها تكون شوية يعني مطلوقة ما تكونش ديك القاصحة باش الخميرة كتتفاعل معاها وكديري كدهني الكوكوت بشوية الزيت وكديريها فيها وكتسدي عليها مزيان وكديري عليها تغطي عليها مثلا شي مينطا ولا داكشي كتغطي بها الخبز. وكتحطيها وكدير الصفاره راه ظرف يعني ما كاملش كاع ساعه ملي كتحلي كتلقاي العجينه طلعت الفوق تبارك الله. اييه واخا ايوا هادو هما النصائح. وكل خير تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. نعيمه ما تغبريش علينا ومشكوره على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم تبارك الله عليك. وتحيه لكل اوفياء نبا اكادير ونواحي كنوجه لهم تحيه كبيره ونتمنى انهم يكونوا على خير. معنا لبنى من الرباط. الو معنا لبنى من الرباط. الو الو لبنى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير لاله سناء؟ الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا بك معنا اليوم. ربي يخليك الله يجازيك بخير. تنشكروك على هذا البرنامج الرائع. الله يعطيك الخير بكم والله الحمد لله. وتنشكروا جميع المستمعات اللي تيفيدونا بزاف الحمد لله. اقتراحات الحمد لله تلقاو زعما كل شيء الحمد لله هذاك الشيء وهذاك شكرا لهم. هادشي اللي كاين الله يرحم ليهم الوالدين والله يجازيهم بخير. يا ربي وتنشكر الطاقم كامل ونرحب بهذيك المركز الاول ديال الله يبارك فيك الحمد لله. المهم هو نكونوا الاولين في قلوبكم الحمد لله وبمحبتكم وتكونوا راضين علينا ما تحتاجوش. الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله. يخليك عندي غير واحد الطلب. اييه تفضلي. وماذا بيا المستمعات يجاوني اليوم لان ما غنكونش هذه السيمانه يعني ما غنتسنطش. واخا عندي هذا وبغيت دجاج معمر ونرافقوا بالخضر وشي طريقه تزين طريقه تزين العصريه اللي ولات دابا شي طريقه. اييه بغيتي الدجاج معمر بالفيرميسيل ولا باش بغيتي زعما تعمريه؟ بالفيرميسيل. واخا واخا ما كاين حتى مشكل. الله يسهل عليك لبنى. انت شوفي لربما المستمعات ما يعطيوش مثلا ما يتواصلوش مثلا بالنسبه للاقتراح ديالك يخليك معايا غنرجعك للستوندار واخا باش ناخذ رقم الهاتف ديالك هكذا مع نهايه البرنامج نعطيك بعض الاقتراحات ونعطيك الصور في الواتساب ولا عندك الواتساب لبنى؟ يجازيك بالخير. واه عندي الواتساب. يلا واخا مزيان احسن حاجه. الا درتي لي هذه الخدمه ما لا لا ان شاء الله تكون عندك احسن عراضه ان شاء الله. اما المستمعات اللي عندها مثلا مهم سمعينا دابا في البرنامج يلا واخا ما كاين حتى مشكل خليك معنا رجعي الصندوق الا سمحتي ونسجل رقم الهاتف ديال لبنى من الرباط هكذا باش المستمع انه فعلا الله يحسن العون تكون عنده واحد عراضه كيبغي يدير دائما الجديد وخاصه يعني كنبغيو نوعو كنبغيو نشكلو كنبغيو شي حويجات اللي هما جداد فلربما ما تعطيش المستمعات يعني باش ما نحصروهمش مثلا ربما ما يعطيوش هذا الاقتراح نسقوا معاها. والمستمعات الا بغات تعطيني الطريقه ديال الدجاج مثلا بالفيرميسيل او لا شي طريقه جديده او لا شي صوره ديال الزينه عندي الصور وعندي كذلك اقتراحات ديال الدجاج بالفيرميسيل تصيفطوا ليا يعني هكذا في الرقم الشخصي ديالي في الواتساب راه مستمعات كيعرفوا كيفاش يتواصلوا معايا باش نصيفطوا ليها هكا اوديو يعني مسجل وتبع المراحل. معنا كريمه من ميدلت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله كريمه. لاباس عليك على خير كي دايره ميدلت كلشي مزيان؟ بس الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. الله يبارك فيك مرحبا. الله يبارك كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا الله يبارك فيك. بغيت نعطيك واحد الحلوه ديال خيزو. اييه زوينه واخا دوازات هي حلوه. حلوه واخا معنا زلافه خيزو محكوكه. زلافه ديال الزيت. اييه زلافه ديال عسانيده جوج خميرات حمرين وحده ديال الفاني. واخا
غادي تنسمي بالحامض كتنسمي بقشور الحامض. إيه كتخلطيه كتجيب الخلاط الكهربي كديري كلشي كديري الزيت ديري سميدة ديري خزو. إيه طحنيهم كت ما تجيبي شي إناء وتكبيهم وتزيدي الخميرة والطحين. إيه الطحين على حساب الخدمة ما تكونش ديك العجينة قاسحة بزاف. واخا صافي وكتخرجيهم بالبوق هكا بالبوق. اه بالبوق. كتزينهم بشويه د الشكلاط في هذا الدوبي شويه الشكلاط وتزينيهم اللي يطيبو كيجيو زوينين. اييه واخا زعما بغات ديري فيرميسيل ولا اييه تزيين اختياري. اييه كيجيو زوينين. واخا كنشكركم على البرنامج. ما كاين حتى مشكل لاله كريم. مرحبا بك. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف وصباحك مبروك. الله يبارك فيك. يلا ما تغبريش علينا. مرحبا بك في اي وقت. بالنسبة للعواطف اللي بغات شوربة فالشيف حفيدة الزمراني مشكورة جدا بعثت لي بالشوربة قالت لي اليوم لقيتيني عطلة فالحمد لله. شكرا لك ولو انك ما تكونيش عطلة تبارك الله عليك يعني عمرك ما بخلتي يعني دائما قدر المستطاع ملي كيكون عندك شي وقت كتواصلي معنا وكتشاركي وكتفيدي السيدات فالله يعطيك الصحة انت وكل المستمعات اللي كيتواصلوا معنا واللي كيشاركوا واللي صراحة غير كيسمعونا وكيدعيوا معنا راه الحمد لله. هذه اهم حاجة. فبالنسبة للشوربة غادي نديروا الطاوة فيها الماء يعني الطنجرة فيها الماء غادي نخليو الماء يغلي مع شويه ديال الزيت وملي غادي يغلي لنا داك الماء مع الزيت غادي نزيدوا عليه الكميه من البلبوله ديال الشعير على حسب يعني افراد الاسره والقياس ديالكم. البلبوله ديال الشعير تكون مغسوله مزيان ومصفيه مسقطره فقلنا الطنجره ولا كوكوط غادي نديروا في الطاوه الماء يغلي مع شويه ديال الزيت وملي غلى داك الماء مزيان غادي نزيدوا عليه واحد الكميه ديال البلبوله ديال الشعير اللي مغسوله مزيان ومسقطره ونديروها على هذاك الماء. من بعد غادي نزيدوا عليها بصله وحده محكوكه وشويه ديال الملح وغادي نخليوها كتغلي وكتعاود كتغلي وكتعاود ملي تقرب طيب لينا عاديك الساعه كنذوقوا الملحه نزيدوا الملحه نديروا عليها شويه ديال السكينجبير طري محكوك نديروا شويه ديال الزعتر شويه ديال اليزير شويه ديال الزيت البلديه وكنخليوها كطيب. فيعني هذه شوربه اللي بغات يعني كنصيحه اللي بغات ترمي فيها من الاول حبات ديال الباديان يعني دوك الحبات اللي كيكونوا بحال الوريضه بحال الوريضه بحال النجمه ممكن انها ديرها حتى هي زوينه بزاف وكتعطي واحد المذاق مختلف. فمن الاول ترمي دوك حبات ديال الباديان وملي غلى داك الماء الاول غادي تزولو وعاد غادي تزيد البلبوله يعني حتى يتنسم بهذيك باديانه وعاد غادي تزيد البلبوله حتى هي كتجي بنينه بزاف يعني بالماء منسم بالباديان. ممكن انكم تزيدوا في الاخر ملي طيب لينا البلبوله ديال الشعير نزيدوا الحليب. وفعلا عندك الحق يعني صيفطات لي على اساس انه هي كتبغيها بلا حليب وهي صراحه صحيا راه خاصنا نديروها كيف شحال هذه ما كانوش كيديروا الحليب نهائيا كانوا كيديروا الشوربه بالماء يعني كينسموها بالاعشاب المنسمه وكيديروها غير الماء ما كيزيدوش فيها الحليب ربما غير الوليدات ولكن علاش ما تعودوا الصراحه لانه حتى اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ملي كيتلاقى الحليب سواء في العصير او لا كيتلاقى الحليب مثلا هكا مع الماء في الشوربات راه كاين اللي كيجي بحال عسر الهضم او لا يعني ما كتجيش مع ديك الشوربه وكيبدا يدير مناقص من الشوربه في حين انه راه خصو يحيد الحليب يعني فحاولوا انكم يعني الشوربات تخليوهم بالماء ديالهم كيجيو مزيانين. فكيف ما قلنا طاوه نديروا فيها الماء يغلي مع شويه ديال الزيت وملي كيغلى لينا غادي نزيدوا عليه كميه من البلبوله ديال الشعير مغسوله مزيان ونزيدوا عليها بصله وحده محكوكه ونزيدوا شويه ديال الملح ونخليوها كتغلي وكتعاود حتى كتقرب طيب لينا عاد كنزيدوا الملح الكافيه نذوقوا ونصحوا الذوق. ممكن نضيفوا شويه الابزار سكينجبير طري محكوك شويه ديال الزعتر شويه ديال اليزير شويه ديال الزيت البلديه ممكن نتوما تزيدوا الثومه شويه ديال الحلبه على حسب مثلا الاعشاب اللي بغيتوا اللي كتدفيو واللي كترتاحوا فيها ومن بعد كنخليوها كطيب. وكيف ما قالت يعني الشيف حفيظه اللي بغات ترمي فيها من الاول حبات ديال الباديان غادي تغلي مع داك الماء يعني داك الماء الاول تغلي في ديك النجمه ديال الباديان وغادي نزولو عاد نزيدو البلبوله فهادي يعني كتبقى يعني الاختيار ديالكم المهم هي ديك القاعده الاولى وكتبقى على حسب الاضافات اللي بغيتو تزيدو.
بالنسبة للمستمعات نبغي نقول لكم على أنه راه كل الاقتراحات اللي شاركت بهم سكينة أم هبة راه دابا كاينين في الفيسبوك ديال لامولاتي، فغير دخلوا الصفحة ديال الفيسبوك راه غتلقاو الاقتراحات يعني كاملين، يعني داك البانكيك بالليمون بالكريمة ديال الليمون، غادي تلقاو داك الدجاج بالتفاح معسل ومحمر، غتلقاو الاقتراحات كاملين راه غير دخلوا كيف ما قلت لكم الاختيار، إما غادي ديروا في جوجل www.lalaplus يعني كتبوا lalaplus.ma، وملي غادي تمشيو للموقع الرسمي ديالنا اللي هو lalaplus.ma غادي تمشيو الفوق غتلقاو يعني اف يعني الرمز ديال الفيسبوك، غتوركوا عليه غيديكم مباشره للصفحه ديال الفيسبوك الرسميه. الا بغيتوا تدخلوا من الفيسبوك مباشره فغادي تكتبوا لالا مولاتي بالعربيه حداها لالا مولاتي بالفرنسيه، غادي يخرج لكم اللوغو فوشيا، اللون ديالو غوز فوشيا، يعني هذاك هو، راه غتلقاو حتى الصوره ديالي الفوق ومكتوب لالا مولاتي مع سناء الكناني، وكاين لوغو ديال ميد راديو بالصوره ديالي، وغتلقاو كيف قلت هذاك اللوغو يعني فوشيا، يعني واحد اللون غوز يعني باين، فباش تدخلوا وتشوفوا هذوك الاقتراحات اللي كاملين يعني اللي قدمتهم لنا سكينه بالمقادير بالطريقه وحتى بالصوره. فصراحه ما سخيناش بكم، للاسف ما بقاشنا الوقت، شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج لامولاتي. تحياتنا الكوثر من فاس وحليمه من اسفي ولطيفه من الدار البيضاء، للاسف ما بقاش لنا الوقت، واكيد ان شاء الله لبنى من الرباط غادي نتواصل معها مع نهايه البرنامج ونعطيوها الاقتراح اللي كانت طلبات ديال الدجاج معمر بالنسبه للعراضه. تحيه كبيره لكم مستمعينا، نتمنى لكم صباح مبروك، وبرفقتنا على ميد راديو لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الإخرة سميحة الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ونتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.